الجريمة قائمة. لأنه لماذا؟ أنت لا تتحكم في حاسوبك. أولاً ليست لك ضمانة أنه سيأتي شخص آخر ويضغط على زر النشر، رغم أن أنت كانت لك القناعة أنك تريد الاحتفاظ بما قمت بتزويره في العالم الافتراضي، ولكن رغم عنك تم النشر ولو بخطأ. إذن هناك تحول في اجتهاد محكمة النظر. مسألة ثانية هي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة الجريمة. أنا ضد الفكرة، وإلا سندخل في عالم من الفوضى. مبدأ معصومية الجسد ويدخل فيها الوجه كجزء من الجسد، إمكانية التلاعب بسوء نية بظروف التقاط الصورة أو بحقيقتها، الإطراء بدون سبب على حساب الغير أو استعمال تجاري للصورة مثلا، وجود تضارب حول مفهوم المكان العمومي، مفهوم الشخصية العامة وتطبيق مبدأ من اختار الشهرة تحمل التشهير. هناك حماية الحياة الخاصة للأشخاص تطبيقا للدستور، وهو على يعني تشريع للمملكة الذي يقول في المادة 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. فنحن بحثنا للتكنولوجيا لكي نعيش حياة رفاهية، هذه أقضية، لكن أحدث بأقضية أخرى، فبقدر ما يحدث الناس من فجور تحدث لهم أقضية. وقيل ما قال رسول الله، ما قال الله صلى الله عليه وسلم: إذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كذلك لا تفعل أشياء لكي تختبروا فضائلها وخيرها، لأن في خيرها بعض الناس. السلام عليكم.